لافروف قلق على لبنان. وباسيل من روسيا لسوريا. إن هذه المبادرة بحد ذاتها بالإعلان عنها قد شكلت الغطاء السياسي والمعنوي للتشجيع على العودة. عدوان للجديد، سوريا ليست العقدة. التيار الوطني عنده مطلبية ما عم يقدر يحققها مع أنه عم بحاول بطرق متعددة. فضل الله والفساد في الوظائف. ليفتشوا عن الموظفين الوهميين في أغلب مؤسسات الدولة اللبنانية. مكة في عين العاصفة. وقالوا في ترامب ما فيه، فرد بالتغريد لا بالتهديد. أضحى مبارك. ما من أضاحي في عيد الأضحى والكل يلوك الموقف ولا يتنازل قيد حصة، فيما يرمي لاعبو النرد بالعقدة تلو الأخرى على المسار ووحدة المصير تأليفا أو استعادة لزمان الوصل. وقد تكون العيدية الأجمل التي تلقاها اللبنانيون قبيل العيد تأشيرة سفر أقلت الرئيس المكلف سعد الحريري إلى صعيد جدة، ومنها إلى بيت الحج الإيطالي، ومعها استراحة من عناء التأليف، وأراح هو وغيره اللبنانيين من الكلام عن الأحجام والأرقام، حجما بالناقص ورقما بالزائد. مناسك الحج انتهت بأداء أكثر من 2 مليون مسلم الركن الأكبر في الحرم المكي، وفي الحرم الروسي كان الجهاد الأصغر على درب عودة النازحين السوريين من باب المبادرة الروسية. فكان اللقاء بين وزيري الخارجية اللبناني والروسي تكلل بمؤتمر صحفي مشترك وضع فيه لافروف النقاط على حروف الملفات الداخلية، فدعا إلى إيجاد الحلول للقضايا الداخلية بالحوار، وقال إن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في شؤون لبنان الداخلية وستعمل مع لبنان لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، ويجب ألا يصبح لبنان رهينة لمشكلة اللاجئين. أما باسيل ففتح خطا عسكريا مباشرا مع الخارجية الروسية، وأكد أن موقف لبنان هو مع العودة السريعة المتدرجة والآمنة للنازحين السوريين من دون الربط بين العودة والحل السياسي. وأضاف باسيل أن العلاقة مع دمشق قائمة، ولبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا، والتعاون الاستراتيجي بين لبنان وروسيا ضروري لهذه الغاية. أما الجهاد الأكبر فبرز بالتقاط مواضع فساد جديدة في الدولة، وبعد سؤاله عددا من السياسيين من أين لكم هذا، وحديثه عن المليارات المهدورة من خزينة الدولة على أبنية تستأجرها الدولة، فتح النائب حسن فضل الله دفتر الحساب من جديد وقال إن هناك آلاف الوظائف الوهمية في لبنان في القطاع العام، والألاف المتخرجين والمهندسين وحملة إجازات لا يجدون فرصة عمل، لأن المعبر إلى الوظيفة العامة في أغلبه هو معبر الواسطة والمحسوبيات والوقوف على أبواب النواب والوزراء والأحزاب والزعامات السياسية، وهذا يدمر الإدارة العامة لأن الموظف يصبح مستلحقا وتابعا. وسأل فضل الله لماذا يكون دخول العديد من المواطنين إلى الأجهزة الأمنية وغيرها بواسطة الليستات، بحيث إن كل جهة سياسية وحزبية تضع أسماء وترسلها إلى الجهات المعنية، ولماذا لا تعتمد المباراة والامتحانات النزيهة والشفافة في كل قطاعات الدولة اللبنانية، والذي ينجح يدخل الوظيفة. وكما في المؤسسات الأمنية، ختم فضل الله بالقول هناك موظفون يتقاضون رواتب من جيوب الشعب اللبناني ولا يؤدون دورهم الوظيفي في المستشفيات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والمياه والكهرباء.
سلم نصر الله ملف الفساد لفضل الله وأول الغيث قطرة. الخارجية اللبنانية تواصل تحركاتها الدولية لتسريع عودة النازحين السوريين من بوابة المبادرة الروسية. بعد آخر زيارة له إلى روسيا في تشرين الثاني عام 2017، عاد وزير الخارجية جبران باسيل إلى موسكو متأبطاً ملف النزوح السوري، موضوعاً أساسياً للمباحثات التي عقدها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والتي استكملها الطرفان على غداء عمل. فعلى ضوء المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، طرح باسيل أهمية تأمين العودة الممرحلة والآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وشدد على ضرورة عدم ربط العودة بالحل السياسي، مشيداً في الوقت عينه بالدور الروسي في هذا الإطار، ومطالباً بأن يكون لبنان منصة لإعمار سوريا. والآن المبادرة الروسية للعودة هي أول مبادرة دولية تقوم على التشجيع على العودة، ولذلك لبنان يؤيدها بالكامل. إن هذه المبادرة بحد ذاتها بالإعلان عنها قد شكلت الغطاء السياسي والمعنوي للتشجيع على العودة، ويبقى أن آلية التنسيق بين لبنان وروسيا والدولة السورية وأي مشاركة أممية في حال تغيير السياسة القائمة على التشجيع على البقاء هو أمر من شأنه جعل هذه المبادرة تنفيذيا ناجحة. العودة بدأت وهي تتجزأ وستتم بالكامل مع الوقت ومع توفر الظروف تباعا، ولذلك نحن نرى بداية تغيير في مواقف بعض الدول وما تقوم به روسيا من اتصالات تشجع في هذا المنحة، ونرى أنه الأفضل لنا جميعا البحث في تطوير الحوار السياسي في سوريا وفي المنطقة. وزير الخارجية الروسي من جانبه رأى أن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري عبء كبير على الاقتصاد اللبناني، وتحدث عن محاولات مصطنعة لرفض المشاركة في إعادة إعمار سوريا بهدف إعاقة عودة اللاجئين. نعمل على العودة الآمنة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، ويجب أن لا يصبح لبنان رهينة للتدخل الخارجي ومشكلة اللاجئين. هناك محاولات مصطنعة لرفض المشاركة بإعادة إعمار سوريا وتهدف لإعاقة عودة اللاجئين، علما أن واشنطن تروج لإعادة الإعمار في مناطق سيطرة جبهة النصرة فقط. المسلحون المدعومون من واشنطن في التنف يعيقون عودة اللاجئين من الأردن. وتأتي مباحثات باسيل لافروف في وقت يكثف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاته بعد قمة هلسنكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين الدعم المالي والغطاء السياسي الدولي لنجاح مبادرة العودة. النائب جورج عدوان يتهم التيار الوطني الحر بإضاعة الوقت ويقول للجديد سوريا ليست العقدة في التأليف. بعد دخول التكليف الحكومي شهره الثالث وخروج العقد إلى العلن تارة بالأحجام والأوزان وطورا بالميثاقية، طفت على سطح التأليف عقدة جديدة، العلاقة مع سوريا، وباتت هذه العقدة العقبة الأساس بحسب بعض الأطراف، إلا أن للقوات اللبنانية رأياً مغايراً. هذا بيندرج ضمن المناورات المتعددة كانت للضغط بتأليف الحكومة على طريقة معينة. مرر أنه بدنا نعمل حكومة أكثرية، كان الطرح الأول. مرر أنه حكومة أمر واقع. وقت شافوا أنه الرئيس بري مع حزب الله والوزير جنبلاط والرئيس الحريري والقوات اللبنانية كلهم بدهم حكومة بدهم يسهلوا الأمور، فكروا بأنه إذا طرحوا قصة سوريا بينتقل الموضوع ونرجع لاصطفافات كانت قائمة قبل وبصير الخلاف على قصة سوريا. أنا بعتقد كلنا بنعرف أنه بلبنان في اصطفافات عمودية حول قصة سوريا، بس كلنا بنعرف أنه المصطفين حول قصة سوريا عاطين الأولوية ليعملوا حكومة تفاهم وطني هي تاخد قرار كيف بقى تتعاطى مع سوريا ومع غير سوريا في خليني أقول شبه تفاهم، ولو ضمني أنه هالمشكلة تكون عم تنبحث بالحكومة مش قبل الحكومة بين كل الأفرقاء. إذن لا دخل لسوريا حتى اللحظة بتأخير التأليف بحسب عدوان، وعلى هذه القاعدة
تعود العقد القديمة إلى الواجهة، ومعها الحديث عن تأخر ولادة الحكومة إلى نهاية العام. القول أنه الحكومة باقية لرأس السنة أو لبعد ذلك، أنا بعتقد هيدا القول لا منه دقيق. الوضع الاقتصادي المالي المعيشي أكيد ما بيتحمل أكثر من أنه بشهر أيلول يكون عندنا حكومة. جزء أساسي من لعبة التأخير عم تحصل لأنه التيار الوطني عنده مطلبية ما عم يقدر يحققها، مع أنه عم بحاول بطرق متعددة. وصل لمحل هلأ بعد كل التجارب، وصل إلى نهاية الطريق. ليه؟ وصل لمحل كل يوم هو عم يعمل محاولة جديدة عم يأخر على العهد تشكيل حكومة العهد، وبالتالي هلأ دخلت مرحلة تناقض ما يفعله التيار مع مصلحة العهد. بتصور أنا فخامة الرئيس لن يقبل بذلك، مشان هيك رح يضطر التيار يكون واقعي ورح نروح لتأليف حكومة. بتصور أنا جديا بالأسابيع الأولى من أيلول. ليس العهد وحده المتضرر من تأخير التأليف، بل تتسرب عواقب الأزمة السياسية إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية كافة، والطابة بحسب القوات اللبنانية في ملعب رئيس الجمهورية. حسان الرفاعي، قناة الجديد. رئيس حزب القوات سمير جعجع أكد أن القوات ستحصل على حصة وازنة في الحكومة، وستكون لها إمكانية أكبر للتأثير في مجريات الأحداث، على الرغم من أن تنين الشر سيقاوم حتى آخر رمق، وسيحاول منع الحملة التي تقوم بها من أجل تبييض صورة لبنان. وقال جعجع في خلال لقائه وفدا من الاغتراب إن جل ما يحاولون القيام به هو التهرب من نتائج الانتخابات عبر تأليف الحكومة التي لا تتشكل، لأن البعض لا يريدونها أن تنبثق على أساس نتائج الانتخابات النيابية. كما شدد على أنه لن يتخلى عن تفاهم معراب وسيعود إليه في كل مرة. ورأى جعجع أن المشكلة في لبنان تكمن في ذهنية سائدة تقوم على عرقلة من يحرز أي تقدم. أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن معركة الدفاع عن حقوق الناس في وجه كل من يحرمهم حقوقهم سيخوضها حزب الله بالسياسة وبالوسائل المختلفة، من خلال المجلس النيابي والحكومة، وعبر الموقف والقوانين والاقتراحات والمتابعة، ومن خلال ملاحقة الفساد. وهذا التباطؤ ليس في مصلحة لبنان وليس في مصلحة أحد على الإطلاق. المصلحة البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عنده استحقاقات كبيرة وكثيرة وخطيرة. التلكؤ والتباطؤ هو سيضر بالجميع، حتى بعض الذي يتمادى في التباطؤ أنا أعتقد أنه لم يلتفت إلى أنه يضيع وقتا على نفسه وعلى مشروعه إن كان يحمل مشروعه. قال النائب حسن فضل الله في خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة عيناثة الجنوبية: هناك آلاف الوظائف الوهمية في لبنان في القطاع العام، وآلاف المتخرجين والمهندسين وحملة إجازات لا يجدون فرصة عمل، لأن المعبر إلى الوظيفة العامة في أغلبه هو معبر الواسطة والمحسوبيات والليستات، والوقوف على أبواب النواب والوزراء والأحزاب والزعامات السياسية، وهذا يدمر الإدارة العامة لأن الموظف يصبح تابعاً. ليه بده يكون الدخول إلى الأجهزة الأمنية بواسطة الليستات؟ يعني كل جهة بتحط أسماء وبتبعثها. لماذا لا تعتمد الامتحانات النزيهة والشفافة المباراة بكل قطاعات الدولة اللبنانية، وبيعرفوا حتى بهيئة أوجير. أنا في المجلس النيابي وفي اللجان المختصة كنت أطالبهم بالامتحانات. أدابة كنت ياخدوا عمل مباراة، واللي بينجح يدخل من دون واسطة، ما حدا يجي لعنا، ما حدا يطالبنا، لكن هذا لم يكن يتم. اليوم بكل القطاعات اللي عم تاخد موظفين هناك محسوبيات. نحن في كتلة الوفاء للمقاومة في المرحلة المقبلة هذا الموضوع سيكون موضوعا أساسيا، لأنه ما بيصير يبقى الموظف بالإدارة العامة هو تابع
لهذه الجهة أو تلك الجهة، ولا أتحدث عن الانتماء السياسي. هذه البدعة الموجودة ببعض الأجهزة الأمنية بالمباراة، المدير العام والمجلس القيادي، أنه بيعطي علامة استرحاقية. من أعطاك هذا الحق؟ مين ما كنت تكون؟ أنت موظف في أي موقع كنت في الإدارة، أنت موظف لك مدة زمنية وتروح بيتك. وعلى المؤسسات الرقابية، مجلس الخدمة وبقية المؤسسات، التفتيش المركزي، أن يأتوا إلى كل الإدارات ليفتشوا عن الموظفين الوهميين في أغلب مؤسسات الدولة اللبنانية. لديهم أكثر من عمل ولديهم أكثر من وظيفة، ولا يذهبون إلى أي وظيفة. بالمستشفيات الحكومية، بالوزارات، بالمؤسسات العامة، بالمي، بالكهرباء، بيقبضوا راتب من جيب الشعب اللبناني، ما بيروحوا عن وظيفة. النائب طلال رسلان يشكر موسكو بعد زيارتها، وفي مؤتمر صحفي عقده تناول فيه ملف العلاقات مع سوريا وتأليف الحكومة. الشعب اللبناني بحاجة ملحة إلى متطلبات معيشية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كيف يمكن حل موضوع اللاجئين من دون التعاطي مع الدولة السورية؟ طبعا هنالك مسائل أخرى يجب حلها وبسرعة، تتعلق بالصادرات اللبنانية من زراعية وصناعية عبر خط الترانزيت البري مع سوريا لكافة الدول العربية. مسألة شو مسألة الحكومة؟ موضوع الساعة. قلت أنا قبل ما نبلش بالحكومة، خلينا نطلع لبنان من القصر. بس نطلع لبنان من القصر، كل هالطلبات بتصير قابلة للبحث وللأخذ والعطاء. نقاط الضعف يا إما بيتحملها المسؤول عن تشكيل هذه الحكومة ويجاهر أمام اللبنانيين ويصارح اللبنانيين بكل ما لديه، أو بدنا نحط علامات استفهام كبيرة إقليمية ودولية هي عم بتعرقل مسألة تشكيل الحكومة وانطلاقة لبنان، مثل مسألة التعاطي بخفة بموضوع النازحين. التاريخ والجغرافيا تفرض العلاقة مع سوريا، تفرض، مش نزوة شخص وشخصين وثلاثة بيطلعوا هيك بقرروا انه هيدا. شو صاير عنا بالزراعة والصادرات الزراعية، الصناعة؟ صار بيحكي لك عن حكومة حصص. شو حصص يعني؟ كيف حكومة حصص؟ هاي الكلمة بس يعني، خد كلمة حكومة وحصص، حصة، حصة فلان. شو حصة فلان؟ في بلد شو أصحاب عم يختلفوا على عيب؟ تأليف الحكومة طبق رئيس في لقاءات قصر بعبدة، ورئيس الجمهورية يدعو لمناسبة عيد الأضحى إلى تضافر الجهود لتمكين لبنان من مواجهة التحديات وإنجاز الاستحقاقات. هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله عليهم بالخير والسلام وراحة البال، ودعا إلى استلهام معاني العيد لتقديم مصلحة البلاد العليا على ما عداها من مصالح آنية أو ذاتية، لا سيما وأن الظروف التي تحيط بلبنان تفرض تضافر جهود الجميع لتمكين لبنان من مواجهة تحديات الماثلة وإنجاز الاستحقاقات، وأبرزها تشكيل حكومة جديدة لاستكمال عملية البناء والنهوض بالبلاد لتكون على قدر تضحيات اللبنانيين وطموحاتهم، لا سيما الجيل الشاب منهم. كما أبرق الرئيس عون إلى قادة الدول العربية والإسلامية مهنئا بحلول العيد ومتمنيا لدولهم وشعوبهم الخير والأمان والاستقرار. رئيس الجمهورية استقبل عضو كتلة تكتل الوطنية النائب ستيفان دويهي الذي نقل عنه تأكيده على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة ولا سيما منها الوضع الاقتصادي،
وعلى الصعيد الدبلوماسي، استقبل الرئيس عون السفير البريطاني في بيروت هيوغو تشارتر في زيارة وداعية لمناسبة قرب مغادرته لبنان عائدا إلى وزارة الخارجية البريطانية. كما استقبل مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، وعرض معها الترتيبات المتخذة لترأس رئيس الجمهورية وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 22 من أيلول المقبل والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية. كما تناول البحث المداولات الجارية في نيويورك للتمديد للقوات الدولية في الجنوب، إضافة إلى مواضيع دبلوماسية أخرى. ومع سفيرة لبنان في أرمينيا مايا داغر، عرض رئيس الجمهورية الترتيبات المتصلة بالقمة الفرنكوفونية التي ستعقد في يريفان في 11 و12 من تشرين الأول المقبل، ومشاركة رئيس الجمهورية فيها على رأس الوفد اللبناني. كذلك تطرق البحث إلى المواضيع التي ستثار في القمة. دبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين لدى غانا ماهر الخير لمناسبة التحاقه بعمله الجديد. كما استقبل سفير لبنان في سوريا سعد زخية، وعرض معه ملف النازحين السوريين وعددا من المواضيع المرتبطة بالعلاقات اللبنانية السورية. وفي قصر بعبدة، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، حيث عرض مع الرئيس عون عمل النيابات العامة وعددا من الشؤون القضائية. تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون مراكز فوج الحدود البرية الرابع في منطقة جرود بعلبك، حيث اطلع على الإجراءات الأمنية التي يتخذها الفوج للمساهمة في حفظ أمن الحدود الشرقية. وقد هنأ العماد عون العسكريين لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأشاد بإرادتهم الصلبة لتنفيذ المهمات على الرغم من طبيعة الأرض الجبلية وصعوبة الظروف المناخية، كما أشاد بكفاءتهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والسهر على مسك المعابر الحدودية ومنع عمليات التهريب، وذكر بالإنجازات التي حققها الجيش على هذا الصعيد، لا سيما الانتصار الكبير على التنظيمات الإرهابية في معركة فجر الجرود. بعد الإعلان كي لا يترأسها محمد. أهلا بكم من جديد. وصل أكثر من 2 مليون مسلم أداء مناسك الحج بعد وقوفهم في صعيد عرفة يوم أمس الاثنين، وتوجههم مع غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة للمبيت حتى طلوع الفجر. وقد بدأ الحجاج فجر اليوم بالتوافد على منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد المبيت في مزدلفة، ويقوم الحجاج في منى برمي جمرة العقبة الأولى في يوم الحج الأكبر صباح اليوم الثلاثاء، وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعودون لمنى من جديد لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث. وكانت مقاطع مصورة تم تداولها مساء الأحد أظهرت رياحا قوية قد هبت على المسجد الحرام وأزاحت جزءا من ستار الكعبة في مشهد نادر. كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة أن مناطق مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى تعرضت لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. وأكد قنصل عام لبنان في جدة علي أرنوح أن جميع حجاج لبنان بخير، وأنه جرت معالجة نتائج العاصفة الرملية والأمطار بالتعاون مع السلطات السعودية. يشتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيرد بشتيمة عبر تويتر. أما في لبنان فيستدعى إلى التحقيق من يتجرأ على انتقاد مسؤول فقط لمجرد الانتقاد، ولأجل أحد المستشارين تساق محطة تلفزيونية إلى المحكمة، كما فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما تحدثت الجديد عن أحمد لبعلبكه.
الكتب أيضا تكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطارده بسبب طريقة تعاطيه مع الآخرين ولا سيما مع الصحافة، وآخرها كتاب يحمل عنوانا تجاوز كل الخطوط ألا وهو المعتوه، وقد أحدث ضجة كبيرة بعد أن انفلت ترامب من عقاله وانهال بالشتائم على كاتبته وهي مساعدته السابقة أوماروسا نيومان التي وصفته في الكتاب بأنه عنصري وكان يستخدم كلمة زنجي في الكثير من محادثاته، كما قالت إنه كاذب ويخاف من الجراثيم وإنه لا يتمتع بأي عاطفة تجاه الآخرين. ولم يستم ترامب من انتقادات حادة طالته في الكتب السابقة ومنها كتاب النار والغضب لمؤلفه الصحفي الأمريكي مايكل وولف، كشف فيه أن فوز ترامب بالرئاسة سبب له الارتباك، كما أنه لم يكن مستمتعا بمراسم أداء اليمين فضلا عن شعوره بالفزع من البيت الأبيض. ترامب بلا قناع رحلة من الطموح والغرور والمال والنفوذ، وهو من تأليف مارك فيشر ومايكل كرانش، ويوثق هذا الكتاب الشامل جذور عائلة ترامب وجهوده التي اتسمت بالعدائية لفرض حضوره في الأوساط الاجتماعية في نيويورك. حالة دونالد ترامب الخطرة الذي وضعه عدد من الكتاب بإشراف العالم النفسي باندلي، ويحكي عن الحالة النفسية للرئيس الأمريكي ويقول إنه مصاب باضطرابات نفسية خطرة تشد انتباه الآخر. كتاب ولاء أعلى للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ويقول فيه كومي إن ترامب رئيسا أنانيا وغير نزيه وأنه يستخدم طلبه للولاء بأساليب زعماء المافيا. موهجة لا تهدأ، الكتاب من تأليف جون ماكين رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، وفيه يسخر من ترامب ومن فكرة ضرورة قيام الولايات المتحدة بتعزيز قيامها في الخارج، وينتقد بشدة افتقار ترامب للتعاطف مع اللاجئين والأبرياء والمضطهدين. الفاشية احذر لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، وفيه تقدم فصلا حول السلوك المزعج لترامب، كما تظهر ما يمكن أن يحدث للقادة المتعطشين للسلطة الذين لا يعرفون الضوابط والتوازنات. كل هذه الكتب تناول أصحابها ترامب ووصفوه بشتى النعوت، إلا أن ترامب لم يجرؤ على رفع دعوى قضائية واحدة بحق أي منهم، واكتفى بشتائم يوجهها لهم عبر تويتر، حتى أنه وصف كاتبة كتاب المعتوه بالكلبة. أما في لبنان فإن أي وسيلة إعلامية أو مواطن لبناني يعبر عن رأيه برئيس الجمهورية ميشيل عون أو رئيس مجلس النواب نبيه بري أو حتى بوزير الخارجية جبران باسيل أو أقل مسؤول في البلاد، فيكون مصيره استدعاءات وتحقيقات ودعاوى قضائية تنهال عليه من كل حدب وصوب ويساق إلى المحكمة، ومن لا يساق إلى المحكمة يهدد، لبل ينفذ التهديد به رصاصا وحرقا، كما حال الجديد التي رفعت بحقها العديد من الدعاوى لأنها سلطت الضوء على هذا المسؤول أو ذاك وتعرضت للعديد من الاعتداءات لأنها تجرأت على قول الحقيقة. رئيس جمهورية أمريكا نفسه تعرض للانتقادات والشتائم، إلا أن حرية التعبير صانت حرية من شتمه. أما في لبنان فقد باتت سياسة كم الأفواه عادة دارجة يلجأ إليها المسؤولون لترهيب كل من تسول له نفسه ممارسة الانتقاد ولو كان بناء. الرئيس الأمريكي يرفض الدولة الواحدة في فلسطين حتى لا يرأسها محمد. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني في 25 من حزيران الماضي من وصول الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وضع دولة واحدة ثنائية القومية، ما سيجعل اسم رئيس وزراء العدو محمد، بحسب ما نقل موقع i24 News عن القناة العاشرة الإسرائيلية. وجاءت أقوال ترامب في خلال زيارة الملك الأردني الأخيرة للولايات المتحدة التي التقى بعدها وزير الخارجية الفرنسي جان-يف لوريان وأبلغه بهذا التفاصيل التي سربها دبلوماسيان فرنسيان للقناة. بدوره حذر لدريان ترامب من أن الأجيال الفلسطينية الناشئة لا تريد حل الدولتين بل تريد دولة واحدة مع مساواة في الحقوق، بينما قال الملك الأردني لترامب إن النتيجة ستؤدي إلى خسارة إسرائيل طابعها اليهودي. وإذا كان ترامب يرفض قيام دولة ثنائية القومية على أرض فلسطين الكبرى خشية أن يرأسها شخص مسلم، فلعل حقده على سلفه باراك أوباما لا ينبع من الخلاف السياسي بل من الأصول الإسلامية للرئيس الأمريكي السابق، علما أن شعب أمريكا نفسه لم يتوقف عند هذه الأصول عندما انتخبه رئيسا دورتين متتاليتين. لماذا تجير أمريكا التزاماتها المالية في سوريا للسعودية؟
كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على تويتر أنه سوف يمنع مساعدات هزلية أمريكية بمقدار 230 مليون دولار لإعادة أعمار سوريا، وأن على السعودية وسائر بلدان المنطقة الغنية أن تدفع المبلغ عوضا عن أمريكا. الحكومة البريطانية أعلنت من جهتها أنها أوقفت تمويل بعض برامج المساعدات في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا، وأوضحت أنها أنفقت ما يعادل 193 مليون دولار في سوريا في السنة المالية 2017-2018. في المقابل شكر وزير الخارجية الأمريكي كيلا من السعودية التي وعدت بتخصيص 100 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة التي وعدت بتخصيص 50 مليون دولار لإعمار المناطق السورية شرقية الفرات، أي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية وبعض الميليشيات العشائرية العربية الأخرى وربما تسليحها أيضا. وهكذا فمن البديهي القول إن المساعدات الأمريكية والبريطانية كانت تذهب إلى جيوب الإرهابيين وكذلك إلى الأكراد مباشرة عبر دعم مالي مباشر أو بالسلاح. وبعد سيطرة الجيش السوري على معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين وكذلك تسليم الأكراد بالوضع الموجود، لم يعد هناك من داع إلى الإبقاء على هذه المساعدات تحت أي مسمى. واللافت أن القرار الأمريكي تسجيل هذه الالتزامات المالية لدول خليجية يأتي في وقت يحقق فيه الحوار بين الأكراد السوريين والحكومة المركزية في دمشق تقدما، وكأن هذه الخطوة الأمريكية المدعومة خليجيا تريد نصف هذا التقدم وإشعال فتيل الحرب في هذه المنطقة مجددا وتحديدا بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية. وفي هذا الإطار لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن هناك محاولات مصطنعة لرفض المشاركة في إعادة أعمار سوريا وتهدف إلى عرقلة عودة اللاجئين، متهما واشنطن بأنها تروج لإعادة الأعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة. بعد الإعلان فقير في بلد الغني. عن عمر يناهز 80 عاما يوسف الحسيني: أنا من الشعب الفقير في بلدي الغني. أنا اسمي يوسف الحسيني، هلأ عمري من مواليد 39، يعني 79 سنة. مرضت، ما خليت مستشفى بالبيروت، يمكن بيعرف. هلا ما فيني اخذ نفس، عم بستعمل طصاص لحتى، لاني ما قادر. انا كان بالاول مستاجر مكن اكسجين، كل شهر ياخذ مني 50 دولار، ما عاد معي. هلا اعطاني ابن حلال، اعطاني سيارته لحتى بشتغل عليها لحتى اجيب هالادوية، بس عم بتعمل كثير يعني الحمد لله. انت في فقرة، ما عم تتحكم، ما معه واحد، وين اللي مثلهم ما عم يتحكم؟ ما معي لمين بروح بسرق بنها بقتل؟ ما عندي، ما عندنا بحياتي، ما عملنا. مين اللي بي؟ كلنا رايحين عند الله بعدين بالاخره. وقعوا انتوا، وقعوا بقى، طلعوا بالفقير. بس هيك اللي عم بدي انه انتوا يا حكومه يا دوله يا رئيس جمهوريه يا رئيس مجلس نواب، انت ما عندك، جماعتك فقرة كلها، جماعتك كلها فقر. عملوا ضمان شيخوخة، خلصونا من سنة استلال لبنان لهلا ما عملتوا ضمان شيخوخة. الايام الفضيلة هلا يعني العيد الكبير، عيد الاضحى، انه يعمل خير ويجيب لنا مكنة. هذا اللي بطلب من الله ومن الشخص اللي بده يساعدني انه يجيب مكنة اكسجين. بس ما بدي شيء انا، شو بدي انا بقى؟ ما بدي شيء. ما رحت عند حدا انا، عم ما بروح عند حدا، ما بسال. انا دغري جيت عن جديد، لاني بعرف اني بتحبوا الفقير، انتو الجديد بتحبوا الفقير، ومشان هيك بدلكم بشوفكم انتو بتحطوا الفقراء. في الرياضة، نظمت مجموعة دريفت مانيا لبنان مهرجان سوبر سبيد 2018 في بلدة الدمام الشرقية، شارك فيه 35 سائقا من المحترفين والهواة بحضور سياسي وعسكري، على رأسه ممثل قائد الجيش اللبناني العقيد حسين صحب والعميد رسلان حلوي، وممثل عن النائب فؤاد مخزومي، ونائب رئيس بلدية الدبية الياس البستاني، وممثل جمعية اليازة حسام الحاج، والبطل العماني علي لعلوع.
عون وباسيل تحصدان ميداليتي المصارعة الحرة. بعد فضية دومينيك أبي نادر في المصارعة الحرة وزن 87 كيلوغراما والتي كانت أولى ميداليات العرب في الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا، أضاف لبنان إلى جعبته ميداليتين من المعدن البرونزي. الأولى كانت عبر ري باسيل في الرماية، وهو أمر طبيعي وغير مفاجئ إذ تعتبر باسيل من الأفضل في العالم، وهي تضع هدفا لها إحراز ميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو بعد سنتين. أما البرونزية الثانية فجاءت عبر ليتيسيا عون في التايكواندو مدون 53 كيلوغرام. فضية وبرونزيتان حتى الآن للبنان على أمل انتزاع ميدالية ذهبية في الأيام المقبلة، وهو ما لم يحصل منذ الألعاب الآسيوية التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2006. المرأة اللبنانية تطارد الرجال إلى أعلى جبال الكون. قمة إيفرست كانت ولا تزال وجهة هواة التسلق حول العالم، فمن إدموند هيلاري أول من تسلقها إلى الكويتي زايد الرفاعي أول العرب، إلى ماكسيم شعيا أول اللبنانيين، تأمل نيلي عطار في أن تصبح في طليعة اللبنانيات. أكيد أن أخذ علم لبنان على أعلى قمم بالعالم، وشجع النسوان والولاد هون أن يفوتوا بالرياضة ويحطوا هدف بحياتهم يوصلوا له. يعني أي شيء حطته ببالك أو أي شيء بتحلم فيه فيك توصل له، أي شيء. وإذا أنا يعني بس من السعودية، من يعني واحدة من أشوى بالبلاد بالعالم، بقدر أوصل على إيفرست وإن شاء الله أعملها سكسسفلي، يعني أي حدا في حط أي هدف يعمل أي شيء بده بحياته. كمان هدف تاني إنه إن شاء الله بدي أعمل إيفرست مشان تشاريتي، والتشاريتي اللي حطيتها ببالي إنه بلاستيك إنيشيتيف، هي إنفايرمنتال وكمان نفس الوقت هيومانيتيريان. نيلي في سعيها تتحدى أيضا ما يعتبره كثر حكرا على الرجال، فبعد أن تسلقت أعلى جبال العالم تسعى إلى تحقيق مهمة تحتاج إلى الكثير من الدعم المادي والمعنوي. بس إن شاء الله يعني واثقة، وكل يوم بتدرب، كل يوم كل يوم كل يوم بتدرب، وأكيد كل يوم يعني بعمل شيء لأقدر جهز حالي لنكست يير. واحدة من الصعوبات هي المصاري مشان إيفرست. إيفرست حتكلفني تقريبا يعني هيدا عم نحكي الجبل، التيكت، الفيزا، الإكويبمنت، التمارين وكل شيء تقريبا رح يكلفني $100,000. هلا يعني أنا I'm trying to look for sponsors بهمهم موضوع الرياضة، بهمهم يفيدوا المجتمع، بهمهم يشجعوا الناس الفايتة بالرياضة. نيلي عطار والشابة روان دقيق تقومان بمغامرة متشابهة في مهمتين منفصلتين، فهل ترفعان علم لبنان على أعلى قمم الكون قريبا؟ إبراهيم وهبي، قناة الجديد. والآن إلى الأخبار الفنية مع عمر خداج. سعيدة ببلدة سبعة الواقعة بقضاء صغرتا وعلى سطيحة تحت الزنزلختي، أحيا أحفاد الشاعر الراحل أسعد سبعلي الذكرى 19 على غيابه. وبالمناسبة أعلن حفيده الكاتب جان سبعلي عن إصداره جديد تحت عنوان عن بيت جدي أسعد سبعلي، بيحكي فيه عن ذكريات أوضة السبعلي بالجميزي يلي كانت ملتقى أدبي وفني جمع كبار الفنانين اللبنانيين في الخمسينات والستينات واندثر من بعدها. من ألمانا بالحلو بعرزالنا، من ألما غنى الهوى موال، من ألما غنى الهوى موال، من ألما ضوى الدني مشعل يا ضي. أسعد السبعلي شاعر الضيعة الأول وقاموس الريفي، اختزل بشعره كل مكوناته وأضاف إلى أصوات كبار الفنانين اللبنانيين كلمات لأشهر أغنيهم مثل وديع الصافي يلي كان عنده الحصة الأكبر مع 30 أغنية، نصي شمس الدين، صباح، ونجاح سلام، والكتير غيرهم. هيدي الأوضة اندثرت للأسف، ما حدا قدر حافظ عليها، لا قدرنا نحن ولا الدولة قدر حافظت عليها. يعني مع المشاريع اللي صارت ببيروت ما عاد إلا أثر. الكتاب بيحكي عن ذكرياتنا أنا وأخواتي مع جدي وستي بهالأوضة هيدي، وبتذكر إشياء كتير فيها يعني وهالشي بضيف شي جديد إنه عن شخصية السبعلي. من قلبك مشنا القمر أهبال، من قلبك
هو صاحب الكتب من جيرة الراعي هذا لبنان يا أبو جميل طل الصباح نقلة كنار حنا وأيضا غيرهم. يا ريت هالبيت اللي نحن اليوم بضيافته نحاوله لمتحف متحف أسعد السبع علي ونطلق صرخة كبيرة أوعى كمان بيت السبع علي بسبع علي يندسر بفضل أحفاده وعائلته ومحبينه وأصدقائه. بضوي عيوني أنا شمعات قدامي بزرع دروبك أنا يا الله تعيلاني. واختتم هالنهار السبع علي مع غناء المطرب جورج متى باقة الأغنيات من شعر السبع علي. انتو حنين ليش غيرتو قلبي انضنى والبال حيرتو. لهم مشاهدينا بكوسة فخر فن الخبر لنهيتها منشوفكن باي باي. وإلى جولة على أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالحة. مرحبا. البداية مع خدمة جيميل يلي أطلقت تحديث جديد للمستخدمين على أندرويد بيسمح بإرسال رسائل سرية، يعني رح تصير مع تاريخ صلاحية بيختفي الإيميل تلقائيا من بعدها. أيضا رح تكون محمية لدرجة مش رح يتمكن مستقبل هالإيميل من إعادة إرساله لأي شخص أو نسخه أو حتى طباعته. هالميزة متاحة بالوقت الحالي فقط لمستخدمي جيميل على الويب ونظام أندرويد فقط. ننتقل لحملة على تويتر لمؤازرة طفل سعودي تعرض مع عائلته لحادث كبير جدا نجا فيه ولكن فقد على أثره والدته. هالطفل كان يقعد بالمستشفى كل نهار لحاله عم يسأل عن والدته ووالده يلي مش قادر يكون حده كونه مشغول بإجراءات الدفن. ليلاحظ هالشي شاب عماني كتب تويت طلب فيها من يلي عنده وقت فراغ أنه يروح يزور هالطفل لدعمه ومواساته من دون ما يخبره عن وفاة والدته. لا تحظى هالتويت بنسبة تفاعل كبيرة جدا وتوصل عدد الزيارات من أشخاص حبوا يدعموا هالطفل لأكثر من 30 زيارة بنهار واحد. أما آخر أخبارنا فهو مع فيديو عم ينتشر على فيسبوك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبيظهر فيه ردة فعل خروف معصب مع كلب عم يجرب يلعب معه، ولكن يبدو أنه الخروف المسكين كان عارف شو ناطره بعد أيام قليلة وما كتير بوضع نفسي بيسمح له يلعب مع حدا. ومع هالخروف المسكين أنا بدي عايد على الجميع المتابعين يلي عم يحضرونا. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز حتى نقدر نطبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. والآن إلى جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم نبدأها من صحيفة النهار وفي المانشات عرقلة الحريري أين العهد من الانقلابيين؟ نتنياهو وبولتون يطالبان أوروبا بالضغط على إيران. إردوغان يتحدى ورصاص على السفارة الأمريكية. إلى صحيفة الأخبار وفيها القضاء يوقف المقرصن خليل صحناوي. عون لن أنتظر بعد أول أيلول. دمشق ترحب بالحريري رئيسا للحكومة لا ممثلا لتياره السياسي. باسيل من موسكو ننسق مع سوريا لعودة النازحين والعلاقات الطبيعية. في صحيفة الديار تعميم من عوكر يكشف الرهانات الخارجية لتأخير ولادة الحكومة. باسيل سمع نصائح وعتبا من لافروف وحدوا موقفكم من دمشق. حزب الله يبحثون عن شماعة للتهرب من التأليف ولا مقايدة. في صحيفة المستقبل لبيك. أيضا في العناوين موسكو واشنطن والأمم المتحدة تعرقلان عودة اللاجئين السوريين. في صحيفة البناء بولتون يلتقي باتروشيف الخميس وارتباك إسرائيلي أمام معادلات سورية جديدة. لافروف وباسيل عودة النازحين منفصلة عن الحل السياسي ولبنان لن يترك رهينة.
صفي الدين ننصح بعدم التلكؤ في تشكيل الحكومة والمتلكئون أول الخاسرين. أتابع هذه الجولة وأصل فيها إلى صحيفة اللواء لافراف وباسيل تدويل عودة النازحين السوريين. أيضا ترقب تحريك ملف التأليف بعد الأضحى وجعجع متأكد من حصة وازنة في الحكومة. في صحيفة الجمهورية المتصارعون على الحقائب لا حكومة. أنقرة الهجوم محاولة لخلق الفوضى. إلى صحيفة الشرق الأوسط، في الشرق الأوسط اليوم خادم الحرمين في مشعر من الإشراف على راحة ضيوف الرحمن. خالد الفيصل يعلن نجاح النفرة إلى مزدلفة، تفويج سلس للحجاج ونجاح المسار الإلكتروني. الورقة أمريكية لحظر جوي وبري شرق روسيا سوريا عفوا. عباس لمواصلة الضغط ماليا على حماس. وأنقرة تشكو عقوبات واشنطن للتجارة الدولية. إذن هذه كانت جولتنا على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، والآن تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. إذن كان في النشرة لافروف قلق على لبنان. وباسيل من روسيا لسوريا. إن هذه المبادرة بحد ذاتها بالإعلان عنها قد شكلت الغطاء السياسي والمعنوي للتشجيع على العودة. عدوان للجديد، سوريا ليست العقدة. التيار الوطني عنده مطلبية ما عم يقدر يحققها مع أنه عم بحاول بطرق متعددة. فضل الله والفساد في الوظائف. ليفتشوا عن الموظفين الوهميين في أغلب مؤسسات الدولة اللبنانية. مكة في عين العاصفة. وقالوا في ترامب ما فيه، فرد بالتغريد لا بالتهديد. هذه كانت نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء.